قاسي وفي كل شيء، مشاكل، عرك، مخدرات، انت تخيلوا في مخك الكل موجود، سيوفة وسكاكن وسواتر وشي، علاش هكاي؟ علاش الناس كلها ولت على اعصابها؟ حتى نسيت جي تطلع من اللوطة تراها وتقف وتزرق ويعملهم الكل، واحد زريق يعفس عليها مش نورمال، انت صغير يخرج 4 سنين يعطيك انواع المخدرات الكل يحكي عليها، مش معقول زادة ما يختلفتونا شوية لهنا، يمشي المحرف في جرة المجرى. حكينا على الحوم. شبه الحوم؟ سيد الحوم فيش قاسيه؟ سيد قاسيه في كل شيء. كيم؟ مشاكل، عرك، مخدرات، اللي تتخيلوا في مخك الكل موجود، شنو اللي ماهوش موجود حاجه تصلح ما تلقاهاش لهنا. صغار كيف تكبر في الانتراج هذا؟ صغار مهمشه، صغار تيعبا، لا شو نحكي لك، شيء اسف بصراحه. صحيح راهو كيما فما الباهي راهو فما الخايب، اما الاكثريه الخايب اكثر، صغار تضرت، كبار زادة مشاكل برشا، ياسر مشاكل، ياسر مشاكل. اللي عنده حكايه يطلع للسيده، ما نعرفش علاش عاملينها ثنية قنطرة قنطرة. اللي عنده مشكله في حي هلال يطلع للسيده، اللي عنده مشكله في ملاسين يطلع للسيده، اللي عنده في حي هلال الاكراد يجي للسيد، علاش الله اعلم. بورتون السيده ما فيهاش اولاد خايبين، معناها ولاد السيده مرجلين كل واحد جاونها باهي، ولادنا نظاف وما عندناش الزايد، احنا كتراهم كلهم معناها الاكثريه كبار وكلهم يخدموا على رواحهم، معناش الزايد. مخدرات هلكة الصغار؟ اكيد اكيد موجودين انواع المخدرات الكل نجم اللي تتخيلها في مخك، حتى نسيت جي تطلع من اللوطة تراها وتقف وتزرق ويعملهم الكل، صح. حتى لين توصل تقول له ماما سامحني عايش خليني ندخل لداري، نسيش ندخل لداري، واحد زريق يعفس عليها مش نورمال، انت صغير يخرج 4 سنين يعطيك انواع المخدرات الكل يحكي عليها، مش معقول زادة ما يختلفتونا شويه لهنا، يمشي المحرف في جره المجرى. فما العباد مضاعف زيدة، ساعة ساعة تلقى عبد كبير ما تلقاه ولا مرأة حبلة يهدوا عليها في الليل ما يدروش عليه عبد صغير. سبحان يعني الله تسكر ببينك بالكوب وبالمفاتح وشوفوا يا بنتي مش نورمال، راهو مش نورمال. جات علينا ايامات اللطف راه والنحد العاد لا يرقد لا ليل لا نهار، الباب يدق وانت تخلج تجي قاعد البر، علاش الله اعلم علاش، شنو اللي فما؟ حتى في ثورة ما صارتش، شنو علاش شنو باش يصير العرك ماكش عارفة علاش، تسمع كاين هاو بابك تحل طفي جي تلقى تلقى زوز في دارك تلقى زوز في السطح، شنو مانيش عارفه علاش، سيوفه وسكاكن وسواتر وشي، علاش هكاي؟ علاش الناس كلها ولت على اعصاب؟ وراه ماهمش ولادنا، وراه ماهمش ولاد السيده، راهم ولاد السيده نظاف. نقولوا احنا البرانيه يجيو مشاكل برانيه، ما يجيونا كان البرانيه، ما نعرفش علاش يمكن فما كعبات باش ما نكذبش، باز راه فما اخي كلها تاجر ولت في الحكايه هذه، يجيو على كل الحكايه نتاعهم. اما هكايا كاولادنا ما فماش هكا، ترى كان يخرج واحد من الاولاد ترى من وجوههم تعرف انت اللي يستعمل واللي ماهوش يستعمل، ولينا احنا وليت تفهم كاميرا وليت شيء غريب كي تخزر من الوجه تعرف اللي انت هذاك يستعمل ولا ماهوش يستعمل. احنا اولادنا لهناك ترى من ضاف تبارك الله، ساعه ساعه يخرج واحد الباب ما يدخلوش تبارك الله، والله ما حد عليهم صلي على النبي على وليداتنا والوليدات الاخرين. شكل تتلم في الحومه هنا؟ تتلم لهنا يا اختي، والله شيء دوخ، والله العظيم واحد ما عادش عارف شنو اللي باش يعمل. ان شاء الله تلفت لكم الدوله شويه. ان شاء الله يا ربي يهدي، تو احنا قرابه كي يوصل البلاد نورمالمون، راهم انت واحد حتى باش تخرج صغيرك نهار في السلاعه حتى يخرج ويجي، خلي عاد ما تحكيش على الزبله. رينا برشا زبله وناموس، رينا منظر محلاه في الجبل ورينا برشا وسخ. هذايا وصل البلاد انت برشا منظر محلاه، اما في برشا وسخ، منظر مزيان على الاخر اللي عندك. احنا نقولوا لله سيدي بوسعيد عندكم عندكم نفس المنظر. درج وصل البلاد، درج اخضر لهنا تفرج كيفاش. نورمال معناه واحد في داره هكايا يخرج يلقى زبله تعرضه، مش معقول. كيما تعيش في دارك عيش في البر. انا توا في القايله وناموس يدور، خلي في الليل. ما عادش عنا جهد حتى شيء، ما عادش استغرب حتى شيء من ربي يهدي. هذا واحد ما يقول ربي يهدي ويبقي الستر على وليداتنا وعلى بنياتنا وعلى جميع المؤمنين ان شاء الله ويعطيك الصحه الكل. وهما مجتمعنا الكل اخي، واحد كيما يخاف على اولاده يخاف على اولاد الناس اخي. مالا ايما اولاد وكنا عندنا وتربينا في وسط حوم شعبيه، راه مانيش نتكبر ولا نعملوا في حكايات زايده. والحوم الشعبيه تخرج رجال ونساء، تخرج رجال برجالها ونساها. والاكثريه والاغلبيه من الحوم الشعبيه تخرج رجال راه.